اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي محاشي مشكله. محاشي مشكله يعني فيها خبره طهويه، فيها شطاره كل ام ممكن تعملها في تقوير الكوسه، تقوير البتنجان، تقوير الطماطم. هنعمل النهارده المحاشي من البتنجان والفلفل الرومي البلدي بتاعنا وطماطم، يعني من غير كوسه ولا كرومب. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لان اعتقد ان الثلاثي ده ما بياخدش وقت كتير في السوى. معانا كمان من الملوخيه الناشفه ريحه الصعيد المصري والريف المصري الجميل اللي هي بيسموها الشلولو. الشلولو ده انا عرفت معلومه صحيه ان الملوخيه الناشفه قيمتها الغذائيه اعلى من الملوخيه الخضراء. هتقولي لعلي الوالي ماذا؟ لانها بتاخد طاقه من الشمس، لانها بتتحط في مكان فيه تهويه فبتبقى طبعا ناشفه وتتيبس، بس اهم حاجه ما يكونش فيها رمله ولا ترابه، تامني عليها تنشف كويس وتتفرم كويس. ده بالنسبه للملوخيه الناشفه. نيجي بقى لخير الريف المصري والصعيد المصري، القرص الطريه اتسالنا فيها الاسبوع الماضي بتتعمل ازاي. انا هعمل لك النهارده القرص الطريه بالعجوه، هتشوف نعملها مع بعض ازاي، نعملها بالسكر، نعملها بالملبن، اهم حاجه نعمل عجينه القرص الطريه ازاي وتبقى طريه عندك في البيت تقدري تستخدميها الصبح وجبه فطار وجبه عشاء، حاجه لطيفه وجميله، ولادك ياخدوها على المدرسه مفيش اي مشكله، وكمان جوزك ممكن ياخد واحده اتنين تلاته معاه مع كوبايه عصير مع كوبايه شاي، وكده هو صبر وفطر فطار جميل جدا. مش عايز اطول حضراتكم لان في النهارده محاشي، يعني في شغل. هنشوف مع بعض ازاي نعمل محاشي بطريقه سهله وبسيطه وبلحمه ضاني على فكره ورز مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، النهارده بجد في شغل كتير، ولكن معايا مساعدين شطار مجهزين لي الفلفله، مقورين لي البتنجان، هنعمل مع بعض الطماطم، لان احنا ممكن نعمل الطماطم دي محشيه بكذا طريقه، نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها فراخ مفرومه زي ما احنا عايزين مع جبنه موزاريلا، وهنتكلم عن اصول عمل المحشي بطرق مختلفه. مقادير محاشي المشكله على الشاشه: بتنجان ابيض واسود عشان ما حدش يزعل لا الابيض ولا الاسود، فلفل رومي بلدي، طماطم، والطماطم تختارها قد بعضيها والبتنجان قد بعضه والفلفل الرومي قد بعضه عشان يبقى المقادير كلها زي الفل. ومعانا البهارات بتاعتنا اللطيفه الجمله والثوم والسمنه والملح والفلفل، دي المقادير معانا على الشاشه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، ولكن نحط في الاعتبار لازم يكون عندنا شويه شوربه حلوين، ميه بتغلى على النار، بنحط بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والورق اللورا وبالشكل ده كده اهو. دولت شوط الشوربه دولت هو مستقبلي فيهم. بصلايه ناعمه عشان يبقى عندي طعم حلو. ما انا مش سالق لحمه على النار، مش لازم يكون عندي فخده ضاني وسالقها واخد الشوربه بتاعتها عشان اعمل محشي، ليه اكلف نفسي؟ حله على النار فيها ميه مغليه، حطيت فيها بصل، حطيت فيها ثوم وكرفس وجزر، عود كرات حلو بالشكل ده كده، هسيبها تغلى على النار على ما اجهز المحشي بتاعي. طبعا احنا مقورين الكوسه، مقورين البتنجان مع بعض، نشوف الفلفل اخباره ايه هنا؟ اهوت زي الفل. لازم طبعا نشيل الزهره اللي تبقى موجوده هنا ونشيل البذر من جوه ويتغسل. انا مش مع ان البذر يكون جوه الفلفل وانا بحشيه. ده فلفل رومي، وخلينا مع الفلفل الرومي بتاعنا، طعمه حلو على فكره وبيستوي بسرعه. اما الفلفل الكبير ده كده انا مش بحبه في المحشي قوي، اخواننا في المكسيك بيستخدموه كتير، فلفل الرومي الاحمر والاصفر والاخضر، ده بيبقى الجلده بتاعته قاسيه شويه، ولكن عايزه تعمليه مفيش اي مشكله، بس خليكي مع الرومي البلدي. معانا البتنجان مقورينه زي الفل، والبتنجان عشان ما يسودش بنحطه في محلول ملحي حامض مع شويه ملح، يوم البتنجان تطرى معاكي وتبقى باللطافه دي كده اهو، شايفه البتنجانيه زي الفل، عامله زي الايه؟ البالونه اهي. تعالوا نعمل الحشوه بتاعت المحاشي. رز مصري مغسول مره واثنين وثلاثه وسايبينهم طبعا منقوعين وزي الفل عشان ما ياخدوش وقت كتير في السوى. وانا مش عايز الرز كتير في المحشي على فكره، خلينا مع حضراتكم عشان نشوفه. بنحط على الرز ده يا عم الشيف شويه ثوم مفروم، بصله مفرومه ناعمه بالشكل ده كده، حلو قوي. هياخد خضره محشي يا شيف؟ هياخد كزبره وبقدونس وشبت زيه زي الكرنب،
انا حابب المحشي يبقى فيه التلات حاجات دول، لان كده بيتكلم مصري. المحشي بتاعنا المصري على الطريقه المصريه لازم ياخد الثلاثي المرح. الثلاثي المرح بتاع المغازي ايه هو؟ المسمى بتاعه كزبره وبقدونس وشبت بالشكل ده كده. حلو قوي. معانا دبس الرمان ده اضافي بالشكل ده كده على الرز. حلو قوي. هناخد شويه ونخلي شويه للصلصه اللي هنسوي فيها المحشي. لحمه مفرومه ضاني، عايزه تعمليها بكندوز مفيش مشكله بالشكل ده كده. بتجيبي حته لحمه مفرومه ناعمه ما تبقاش خشنه عشان تعرفي تاكلي المحشي. توابلنا يا عم الشيف ملح وفلفل وشويه كزبره ناشفين وكمون بالشكل ده كده. لا مش هحط كركم النهارده، مخرج دايما متعود مني ادخل الكركم في بعض الاكلات. على فكره انا مش بجامل الكركم، الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد، فأنا بستغل استخدامه في أي فرصة تجيني مع جمبري مع فراخ مع مشويات مع طواجن. إنما المحشي الكركم مش مرغوب فيه. حلو أهو، حطينا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا ودبس الرمان هو سيد الموقف هنا. باخد الخلطة دي كلها مع بعضها كده أهو، دي خلطة المحاشي المشكلة اللي بتسأل على السوشيال ميديا من المتابعين بتوعنا على شاشة القناة الأولى وصفحة أكلة أمي. كل المتابعين من كل أنحاء العالم، محاشي مشكلة المصريين أشطر حد يعملوها ودي أكلة مصرية من الجزر المصرية من الريف المصري من الصعيد المصري، بيسموها الضلمة في الدول العربية. شفت الحشوة دي لحمة مفرومة ضاني أو كندوز تتفرم ناعم، تاخد الرز تاخد البصله تاخد التومه تاخد التوابل البهارات الحلوه، ما تنسيش دبس الرمان واتاكد ان كله داب مع بعض. وامسك بقى الايه، طماطم احشيها. رز هنا قليل على فكره، والرز انا نعه كتير يعني الرز مش هياخد وقت كتير في السوى. وحش الفلفل وحش البتنجان، عندي كوسة عايز احشيها ماشي، عندي كرنب عايز احشيه ماشي، عندي ورق عنب عايز احشيه ماشي، مفيش اي مشكلة. عايزة تعملي كل انواع المحاشي حتى الجزر حتى البصل مفيش مشكلة. ولكن هنعمل مع بعض الحاجة اللي متاخدش وقت كبير مننا. مطبخنا بساطة سهولة مرونة. تعالوا نحشي مع بعض بقى. يعني خلي يوم محشي في الاسبوع تخسري حاجة، بالعكس جوزك هيتبسط قوي. عندي كسرولة كبيرة زي دي كده، شيل الملوخية من هنا اللي عاملة زحمة دي، الشلولو، واخد الطماطم دي كده. خلي بالك هنا شغلنا مع الطماطم بقى حساس شوية عشان نبقوا ايه مع بعض كده عارفين الموضوع مختلف. وقلب الطماطمية ده اشيله كده بالسكينة. حلو، واخد الحشوة دي احطها كده هنا. تعملي التركية اللي عاملها دي كده ونثبتها كده. يلا مع بعض، يلا واحدة واحدة كده اهو واحنا شغالين مع بعض. شيل ده من هنا واشتغل كده عشان عندي شوية شغل حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. سكينة بقطع الوش ده كده واخليه على جنب، واخد قلب الطماطميه كده ارفعه بالسكينه صغيره او بمعلقه شاي او بمعلقه اكل، واخد الحشوه احطها كده واجي وانا بقطع الطماطميه اقطع حته صغيره كده. ليه يا شيف؟ عشان تثبت كده. شفتوا الطماطميه ازاي؟ حاضر عينيه. طيب حاضر حاضر. واحط دي كده هنا واحط دي هنا كده. تاني الطماطم معايا، ده اللي يهمني في موضوع الطماطم. لا لان القوطه بتاعتنا اخواننا في اسكندريه حبايبنا، خلي بالكم ممكن نحشيها فراخ نحشيها رز نحشيها لحمه زي ما انت عايز. بسكينه مشرشره كده عينيا. حاضر بسكينه مشرشره بقطع كده الطماطم. حلو. واجي هنا كده شلت قلب الطماطميه بالشكل ده كده بسكينه صغيره. خلي بالك الاكسسوارات ديت والله العظيم بتفتح لك نفسك في المطبخ انك تقف وتعملي حاجات حلوه. سكينه صغيره حلوه، معلقه صغيره حلوه سكينه مشرشره زي اللي في دي كده بتساعدني واحط عليها الوش بتاعها.
طب عايزه تشيلي قلب الطماطميه بمعلقه ممكن تعوري ايدك معانا المعلقه اهي برضه. المخرج بيقول لي مش ممكن ارفع قلب الطماطميه بمعلقه اهو، دي الادوات بتاعتي. تاني اهو كده، وادخل المعلقه هنا اشيل القلب ده كده اهو، بس المعلقه ممكن تعور لك الطماطميه الغلاف الخارجي بتاعها اهو، واخد كده اهو حلو اهو، واجيب سكينه صغيره كده اهو، اخد الحته دي كده تاني. احشي بقى 20 حبايه 30 حبايه، ونوع محشي سهل، وانت لازم يعني عشان تعملي محشي تقعدي ساعتين تلفي حله كرنب، اه بياخد وقت الكرنب انا عارف، واحنا المصريين شطار في عمايله قوي. المحشي الكرنب بتاعنا بيتكلم مصر في اي مكان. وناخد اللحمه المفرومه مع خلطه بقليل من الرز. انا ما بحبش الرز الكتير في المحشي، ليه؟ لان المحشي ده انواع من الخضار عايز اكل منه، فعشان اكل كميه حلوه محترمه اقلل الرز. تاني مع بعض. والله انا حابب احشي الطماطم معاكم بصراحه، بس انما بقيه الحاجات محشيه وجاهزه عشان برضو نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، لان الطماطم دي ممكن احشيها لحمه مفرومه، ممكن احشيها فراخ مع رز برضو، ممكن احشيها جمبري، ممكن احشيها لحمه مفرومه مستويه مع جبنه موزاريلا. لا طبيعي، والله انت ابن حلال. ليز انا سايب كل حاجه، هنشوف مع بعض دلوقتي. قلب الطماطم ده على فكره ممكن يتعمل شوربه تبقى لطيفه وجميله، ممكن يتعمل صلصه البيتزا تحلها في التلاجه، مش عايز اعمل شوربه، ممكن تضربها في الخلاط وتشيلها في التلاجه لوقت استخدامها مع صينيه بطاطس بالفراخ، مفيش حاجه تترمي اهو، ممكن تتعمل صلصه حلو. ايه ده ايه ده، تعال اشتغل مكاني بقى يا شفي. ممكن نستخدمها في خلطه المحشي يعني نضربها في الخلاط، حلو قوي. شايفين الطماطم في قلب الطبق ازاي القوطه؟ هناخد الطماطم دي عشان مخرجنا ما يزعلش، ممكن نستخدمها استخدامات اخرى، ولكن الكلام ده بعدين. نشيل الادوات اللي احنا شغالين بيها دي كده ونكمل الحشو. معايا الفلفل الرومي باخده كده اهو بالشكل ده كده، واحشي حبايه الفلفل دي كده وارصها جنب القوطه، وهعلمك ازاي برضو حبايه الفلفل تقعد في قلب الطبق كده اهو. بتصادف ان حبايه الفلفل ما بيبقاش نهايتها تبقى لها قاعده، دي اللي انا معايا ده له قاعده اهو. على فكره بيحب الفول بزيت الزيتون، المعلومه دي انا عارفها كويس اهو، ونفسي اكله من ايدي ليا الشرف يعني. احنا حطينا كل ده مع بعضه، بتنجان مع فلفل مع قوطه، هنحشيه مع بعضه كده، واكمل الحشو في الصينيه الكبيره بتاعتي حسب عدد افراد الاسره بالشكل ده كده اهو، واخد دول كده مع بعض يترصوا جنب بعض كده، ولازم رصه المحشي دي علشان في الاخر نغرفه بطريقه كويسه، او ممكن نقدمه في نفس الكاسرولله اهو بالشكل ده كده، بتنجان فوق بعضه التشكيله الحلوه دي كده. انا عملت كاسرولله محشي في التركايه بتاعت المغازي بقى المعتاد عليها. الصينيه دي تستوي ازاي؟ هشيل كل حاجه من هنا، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي المحاشي هتخش جوه الفرن. بجيب طاسه بحطها على النار، عينيا حاضر، هناخد الكاسرولة كده زي الفل، بحط شويه زيت زيتون حلو، ده زيت زيتون، مع زيت الزيتون ده ممكن احط معلقه سمنه، مكعب زبده، مفيش اي مشكله، احنا عاملينه باللحمه، هنحط معلقه سمنه كده صغيره زي الفل تمام. واعمل خلطه حلوه دلوقتي اشرب بيها المحشي، ولكن ده ما يمنعش ان انا اروق مطبخي وانا شغال اول باول. النظافه يا اختي يا بنت عمي يا خالتي، ايدك في مطبخك انت بتقفي رايقه وفايقه اه، زي ما انا شغال كده اهو اهو روقان حلو. تعالي ازاي تدخلي كاسروله المحشي دي او صينيه المحشي في قلب الفرن واحنا مع بعض. طاسه على النار فيها معلقه سمنه معلقه زيت زيتون، حلو قوي. باخد التوم احطه اهو زي الفل، معايا كزبره خضراء، التومه كده تتحمر كويس، معايا دبس الرمان، ومعايا شوربه بتغلى على النار، وفي جرنيه من الشوربه اهوت، الحله دي عايزها انا،
عندك شوربة في التلاجة بتاعت فراخة وشوربة لحمة مفيش مشكلة، هاتيها واستخدميها. كنت عاملة مثلا جوز فراخ كانوا محشين امبارح، كنت عاملة فتت لحمة، ده الطبيعي. استنى على التومة بس تاخد لون شوية، مش عايزها نية في قلب المحشي. شايفة التقليبة دي مهمة جدا اهو، بنزل بالكزبرة الخضراء. عندي طماطم مضروبة في الخلاط، الست الطيبة اللي كانت بتتكلم من شوية اعتبر اللي كانت معايا من شوية احنا ضربناها في الخلاط، اللي هو قلب الطماطمية مخرجنا الجميل فاكرها، قلب الطماطم اللي كان معانا اعتبر ان احنا ضربناه في الخلاط اهو زي الفل. حط البهارات بتاعتنا دي، الشوربة بتاعت المحشي اللي هيستوي فيها شوية بابريكا، شوية كمون، ملح وفلفل اسود. اللهم صل على النبي. بإيدك الحلوة كده ونقلب دول مع بعض كلهم. عملنا محشي اهوت، جوزك اتعزم أكل محشي، عايز يروح البيت يلاقي فيه محشي. والمحشي على فكرة من الحاجات اللي هي الأمارة اللي تقول إنك أنت بتحب ولادك وتحب مطبخك، لأن الأكلة دي بتاخد وقت كبير من وقتك وبتاخد طاقة كبيرة، فإنك تعمليها دي أمارة. أهو ده دبس الرمان أنا حطيته، باخد الشوربة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. بوكي جارني شوربة اهي. ممكن الشوربة دي شوربة لحمة اختياري. هاخد الشوربة دي يا عم الشيف اقلبها كده وانزل بيها على المحشي بتاعي. الله، والشوربة بتروي الايه المحشي. الله. يا ويلي، حلة محشي بتتكلم مصر. حسب عدد أفراد الأسرة، كمية قليلة كمية كتيرة بقى اختياري. درجة حرارة الفرن عندي 180. مخرجنا الجميل انت بتحب الوقفة عند الفرن انا عارف. الصينية الحلوة دي كده بكل تفاصيلها بكل التعب اللي تعبناه فيها، محتوى كبير من الطماطم غنية جدا ومفيدة، معانا فلفل رومي، معانا بتنجان، بتدخلها في قلب الفرن في أرضية الفرن وبنحطها. اللهم صل على النبي. ونسيبها تعيش شويه مع بعضها تقريبا نص ساعه، عشان كده انا بدات الحلقه بيها. محاشي مشكله باللحم الضاني على طريقه مصريه. هنقفل الفرن وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، لان هنرجع بعد الفاصل نعمل القرص الطريه بالعجوه من خير الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل القرص الطرية وأنا فاشل فيها، وأنا هعملها زي الريف المصري ولا الصعيد المصري. دي أكلة أمهاتنا، مهما أنا تفوقت فيها ومهما أبدعت ما يجيش زي طعم أمهاتنا. عشان نتكلم الصراحة كده ونجيبها الدولف بتاعتها من الآخر، أنا بجتهد. قرص طرية، محاشي مشكلة اللي أنا عملتها دي بالتأكيد أنت لما تخش تعمليها أحسن مني مليون مرة. القرص الطرية مقاديرها على الشاشة، ممكن أنت برضه تعملها بطريقة مختلفة. معانا الدقيق 3 كوبايات، معانا لبن رايب او حليب دافي، معانا خميره، سكر، دي المقادير. والزيت بتاعنا او السمنه بتاعتنا ربع كوب، احنا نستخدم ربع كوب من الزيت او ربع كوب من السمنه او الزبده اختياري. حلو، نعم يا فندم. نص كوبايه مفيش مشكله حسب الكميه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل القرص الطريه واحنا مع بعض كده واحده واحده. اول حاجه بحط السمنه على النار اللي انا هستخدمها، مش هسخنها، هسيحها تقريبا نص كوبايه. حلو. طبعا العجينه معايا الاخراج الجميل وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين، المقادير على الشاشه، ومعايا قرص مستويه، ومعايا قرص متخمره، ومعايا قرص جاهزه للخبيز. حلو الكلام. يعني كل التفاصيل معايا. حلو، هننزل بالدقيق بتاعنا شويه، دول كفايه ماشي زي الفل. انا بس عايز اعمل العجينه مع حضراتكم كده، حابب اعملها مع حضراتكم اهو بالشكل ده كده. دي الخميره معايا بالشكل ده كده، خميره فوريه.
انا بحب مع القرص، انا بحب كده، انت ممكن تعملها غير كده وتبقى حلوه قوي. بيكنج باودر، هتقولي علل ولماذا؟ البيكنج باودر بيخلي لك العجينه بتاعه القرص مش مكتومه، بيخليها عجينه اسفنجيه كده من جوه هشه ولطيفه ومديه احلى بسكويته. سنه بيكنج باودر صغيره كده، ربع كوب او ربع كوب، سوري، ربع معلقه شاي صغيره، حلو. ومعانا معلقه السكر بتاعنا، شويه حلوين كده عشان العجينه تتحمر بسرعه، يعني تقريبا اربع معالق لثلاث كوبايات دي. راجع معايا المقادير، وانا عارف انك انت هتعمليها عشان انت متعلماها من ماما، وماما متعلماها من جدته، يعني دي متورثه للاجيال ثم الاجيال، الريف المصري والصعيد المصري. العجينه بتتعجن، بدل ما بنعمل نستخدم الزيت مع السمنه في الفطير المشلتت، احنا بنستخدم سمنه بس، وبنستخدم زبده طريه كمان للكرواسون، عشان كده بتلاقيه مورق. نعجن العجينه مره واتنين وتلاته بالزبده او بالسمنه الحلوه، وفي الاخر بيتفرد ويتحط له زبده، وبعدين بتسيبه يتخمر، وبعدين بنفرده بشكل دائري. قطر الدائره، قطر الدائره هنا 30 سنتي او 40 سنتي، بنقطعها طبعا مثلثات، وبعدين بنلفها ونحشي الكرواسون يا اما جبنه يا اما زعتر او جبنه قريش زي ما انت عايز. شفت القرص طريه؟ عشان كده انا هي جاهزه معايا، بس انا حابب اعملها مع حضراتكم. بمسك الدقيق كده مع السمنه. انا كنت يعني افتت عيني اشوف ام الله يرحمها كانت تعملها كده. بايديها الطيبه. وبعدين القرص الطريه لما تتعمل من ايد الام المصريه والريف المصري والصعيد المصري، حنان الايدين وحنيه الايد والحلاوه بتطلع من بين الطاقه بتاعه الايدين هي وهي نازله كده، عشان كده بتعملوا احسن مني. حبيت شويه الدقيق يشربوا السمنه. ننزل باللبن الدافي، ننزل يا عم الشيف باللبن. دي طريقه ثانيه، بتدوب الخميره مع سكر مع لبن دافي ونخليه على جنب، وبعدين ننزل بيها على الدقيق بتاعنا. يا ام عبده ازيك؟ اهلا شيف. اهلا وسهلا، معاك، اتفضلي. الو، ازيك؟ الحمد لله يا ست الكل. طيب شفت العجينة معايا؟ حليب دافي، بنزل اهو، كل ما تحتاج العجينة بزودها. نعم يا غالي، صراحة أنا مش بحب العجان، أكلة أمي لما كان فيه ما كانش فيه عجان، ولكن فيه عجان مش هيقول لأ، برضو عشان ما نقولش الشيف المغازي يعني إيه، لأ الناس تزعل مننا. عندك عجان ما فيش مشكلة، مش هياخد منك وقت، بس أنا والله العظيم بالأمانة يعني بيني وبين نفسي كده عشان تبقوا عارفين، أنا أحب أعمل العجين دايما على إيدي. بفرح بالعجينه وهي طالعه من ايدي كده، بحس ان انا بصنع حاجه. او ان انا بعمل انجاز وانا بعمل العجينه، فرحان بيها. خلي بالك، مش قصه ان انا مش عايز اجيب عجان خالص، بالعكس العجان معايا ونقدر نجيب 50 عجان هنا معانا مع بعض. بس هي القصه ان انا اهو العجينه طلعت ازاي، السعاده هنا بقى عندها. شفت العجينه خدت كل السوائل بتاعتها؟ شايفه عندي كده، لو حد يخش عليك المطبخ دلوقتي يقول لك انت بتعملي ايه؟ هنلم كل ده مع بعضه واحنا شغالين. ده كله مش هنلاقي ولا اثار للعجينه خالص، خلي بالكم. وده سيدنا عامين. زي الفل، تمام. طبعا دي العجوه معانا اللي احنا هنشتغل بيها، عشان تبان قدام حضراتكم بالشكل ده كده. المخرج عايز يجيبها، دي العجوه اللي انا هحشي بيها القرص بتاعتنا. زي الفل، شفت العجينه؟ لمده 5 دقايق بالظبط. وانت بتعجني كده. طبعا العجينه واخده خميره، واخده بيكنج باودر. عمليه التخمير الناجحه هي سر نجاح القرص الطريه. تاني يا مغازي، عمليه التخمير والالتزام بالوقت بتاع التخمير هو سر نجاح القرص الطريه. عشان كده انا جايب معايا مقصاتها العجينه، وفي عجينه مفروده جاهزه، لان لازم بعد ما نفرد العجينه بتاعه القرص الطريه اللي هي معايا دي كده، لازم تتساب في قلب الصينيه مش اقل من 20-30 دقيقه، ولو نص ساعه يبقى زي الفل. دي العجينه جاهزه معايا. السعاده هنا بقى، السعاده في ايه يا عم الشيف؟ السعاده في ان انا الاقي القرص معايا زي الفل، زي ما حضراتكم شايفينها كده. حلو قوي. طبعا المفروض
العجينه تتخمر كلها مع بعضيها. الام اللي بتتابعني دلوقتي والست الطيبه وامهاتنا كلهم اللي بيتابعوني، المفروض العجينه دي تتخمر كلها مع بعضيها. فانا عديت المرحله دي شويه، معلش هناخدها كده التقسيطه دي اهو قد بعض كده زي الفل، سكينه اهو وامسكها بايديا كده اهو، شفتي العجينه اهي. واشتغل كده، ممكن على البلانش اللي انت بتشتغل عليها كده تحت ايدك كده، البرمه دي اهو اهو من غير دي اهو، نعملها كده اهو وتسيبها تتخمر وهي كده بقى اللي هي المرحله دي. معلش هجيب دي هنا كده قدام حضراتكم واحده واحده، احنا بنعلم حضراتكم ازاي، وعيب لما اقول بنعلم في عجن في عجينه القرص الطريه، انتوا اللي علمتونا الامهات اللي بيتابعونا دلوقتي اهو اهو، انا بتكلم الصراحه اهو. يعني انت يا ابو غزه تيجي في 5 دقايق تعملي القرص الطريه على الشاشه؟ ده انا بقعد اعملها من الصبح واجهز اللبن واجهز الدقيق وارخل الدقيق واجهز الخميره الحلوه واظبط الدنيا وتطلع القرص تتخمر وتتحط عليها الشاشه الحلوه. ده مجهود كبير على فكره، تيجي انت بقى تخلصه في 10 دقايق، ده شغل سيما ده. ايوه يا باشا. زي الفل. تمام. انا والله عايز بتكلم الصراحه، في اكلات لما بعملها على الهواء ما بعرفش هي طلعت معايا ازاي، يعني في الاخر يا بات كده ازاي. عشان نعمل القرص دي محتاجه مجهود على فكره، يعني اقل حاجه ساعتين زمن تخمير. بعد ما اعمل العجينه المرحله الاولى شفناها مع بعض تقعد لها 30 40 دقيقه تتخمر، بعد كده بنرجع تاني نقلبها كويس ونقصتها بالشكل ده كده وتتخمر تاني زي عجينه الكرواسون. انا قلته في دقيقتين، ده لا بياخد وقت على فكره، كرواسون مجهود ولازم يتخمر في درجه حراره دافيه مش ويتخش الفرن في وقت معين عشان تلاقي في الاخر الشكل اللي انت عايزاه. زي الفطير المشلتت مثلا، عشان نعمله محتاج وقت مش اقل من 3 4 ساعات. ولكن لما نشرح الموضوع نظري مع العمل اللي بنعمله ده كده، ده بنوصل للفكره وبنوصل للموضوع اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم. ولكن انا مع ان عروسه جديده مبتدئة لسه جديده في المطبخ، فرصه انك تزور مامتك تزور حماتك، يا حماتي يا مامتي تبوس ايديها كده بوسه حلوه وتلاقيها نفسي اكل القرص الطريه من ايدك، نفسي اكل شويه محشي كرنب من ايدك. الحاجات دي تعبيرات ورسائل حب للاسره والترابط الاسري، ان احنا مهما طلعنا ومهما نزلنا برضو مش هنوصل لطعم اكل امهاتنا. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع للقرص الطريه اللي الشيف المغازي بيجتهد ان هو يعملها زي اخواننا في الريف المصري والصعيد المصري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف القرص الطريه. طبعا احنا معانا قرص جاهزه اهيت، شغل سيما بقى تطلع كده جاهزه زي الفل. مع ان انا مش بحب ان هو الحاجه تطلع معايا جاهزه، بس في حاجات الظروف بتحتم عليا كده، ان الوقت مش هيساعد ان احنا نساوي القرص الطريه نخمرها نسويها واحنا مع بعض على الشاشه. هنغرفها مع بعض دلوقتي نعملها بنفس الطريقه، محشيه عجوه ممكن نحشيها ملبن مفيش اي مشكله زي ما انت حابه. هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنغرف القرص الطريه في سيرفيس حلو كده عشان مخرجنا مش حابب الصينيه دي كده. لا شفت الحمار اللي هنا؟ شفت الشقاوه اللي في قلب اللي في الارضيه بتاعت حاضر افتح لك واحده دلوقتي عينيا. دي عايزه كوبايه الشاي اللي بالحليب اللي بيعزمنا عليها مصطفى شفيق ونرصها هنا كده. تخرمت الشوكه على وش القرص بيديها شخصيه ويديها برستيج الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. عمايل عيني عمايل ايديا وحياه عينيا اهو،
ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها تمر زي ما قلت. معانا شويه هم زي الفل. معلقة السكر او معلقتين السكر اللي انا حاططهم للعجينه هم سر الاحمرار والصوره الحلوه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه. وجود البيكنج باودر جوه العجينه هي اللي مخلياها كده هشه ولطيفه وجميله. دي عجينه جاهزه معانا اهيت. خلينا نطلع المحشي من الفرن وندخل الصينيه دي في قلب الفرن واحده واحده مع بعض كده. المحاشي اخبارها ايه؟ نبص عليها وهي في الفرن الاول ولا نطلع بيها؟ زي ما تحب. لا شويه محاشي بيتكلموا مصري. جيبها لي بقى. الله عليك. عشان كده بدات بيها الحلقه. محاشي مشكله من المطبخ المصري. الله. اطلع؟ طلع يا باشا. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. دي المحاشي المشكله. ممكن نحط برزنتيشن بقى عود نعناع، هي مش محتاجه والله. الوان الفلفل وجمال الفلفل وطعامه الفلفل والطماطم والبتنجان الابيض والاسود بيتكلم مصري. عود نعناع حلو كده لزوم الشيء. حلو قوي. طيب تعالوا نعمل مع بعض الشلولو. خير الريف المصري والصعيد المصري، الكشك، الشلولو اللي هي الملوخيه الناشفه اللي احنا شطار في عمايلها وبنصدرها لليابان. ايه رايك نشوف القرص قبل ما ندخلها الفرن؟ نبص عليها. بس هعملها لك بالشوكه، معلش انا اسف. معلش بس عشان برضو الساده المشاهدين عايزين يشوفوا الجمال بتاع الشوكه ده جه منين. اهو. التخريمه دي تتعمل كده قبل ما تخش الفرن مباشره. ممكن كده برضو. حسب. شفت بقى دي بقى بعد ما تستوي تلاقي ايه؟ زي الفل. ولو محشيه تمر تحطي كده ايه السكينه وتقطعيها عشان يبان جمال التمر في قلب الفرن. نقفل الفرن. يلا مع السلامه. تعالوا مع بعض نعمل الشلولو. حل على النار، مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. شوربه. الشوربه لازم تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا وفي نفس الوقت كمان متوصيين بيها، وهي موجوده معايا على النار. معانا ملوخيه ناشفه يابسة بيسموها اخواننا الشوام، اليابسة يعني ناشفة، نعناع يابس يعني نعناع ناشف، ملوخية ناشفة يعني يابسة، وهكذا. معانا معلاية هريسة حلوة أنا عايز أجود فيها شوية أطور منها يعني، ومعانا تومة، بصلاية ناعمة، شوربة قيمتها الغذائية عالية جدا، شوربة بقى إيه بطاية حلوة وإزاي ماشي مش هتقول لأ. حلو، الحاجات دي مشهورة جدا في الريف المصري والصعيد المصري. نقدر نجيب شوربة لحمة، شوربة كوارع، زي ما انت عايزة. معلية سمنة باقية عندي من القرص مش هرميها، هستخدمها. بتكلم الصراحة، دي معلية سمنة حطها كده في قلب الطاسة. وعندي بصلاية ناعمة، والبصلاية على فكرة اختياري، ممكن تحط بصل أو ما تحطيش، في البعض يحب معاها بصل أو من غير بصل، أنا بحب معاها بصلاية كده. ما استناش على البصلايه لما تاخد لون. واحط فص توم غير الطشه بتاعتها. الله 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 على الريحه الحلوه. حلو قوي. نقلب كده. لسه ما خلصتش، اصبر على رزق. معايا معلقه طماطم مبشوره، انا بحبها بالطماطم. معلية هريسة حلوة، وأقلب كده، ده الأساس بتاعها. أقسمهم يغلوا على النار كده مع شوية بهارات حلوين. أنت ممكن هتعملها أحسن مني وأنا واثق والله العظيم، لو رحت أكلتها في الصعيد هاكلها أحلى من دي مليون مرة. شوية بابريكا كده مع شوية كمون وشوية كزبرة كده وأظبط الطعم. فلفل أسود عايزاها سبايسي، قطعي في قلبها قرن فلفل حار عشان جوزك يبقى مبسوط منك. حلو، ناخد بقى الشوربة الحلوة دي كده. دي الشوربة اللي أنا من الصبح شغال عليها. يلا. الله الله. شفتي؟ شفتي بصفي الشوربة ازاي؟ بتعملي ازاي كده طبعا، صفان مصفى. خلص الكلام. وأقلب كده. شوية شوربة بيتكلموا مصري. الله على الريحه الحلوه.
لازم يعني اجيب خروف واذبح خروف عشان اعمل شويه ملوخيه؟ لازم اجيب فرخه واسلقها؟ شوربه عندي. انا عندي البساطه والسهوله والمرونه، بوصلك للطعم اللي انت عايزاه. دي مدرسه المغازل، بساطه سهوله مرونه، والمرونه اهم حاجه. ما تقفيش في المطبخ مكتوفه اليد وتقولي والله يا شيف المغازي عمل محاشي النهارده فلفل رومي احمر، يعني مين الاخضر؟ ايه المشكله؟ استخدم زعتر، حط روزماري، مفيش مشكله. نسيب الشوربه دي تغلي على النار، ناخد الملوخيه الناشفه دي كده، اللهم صل على النبي، بنحطها هنا كده وتبص فيها كده بايدينا. طبعا المشاهد ربنا يديها الصحه مجهزها لي ومظبطها لي محضراها يعني اهو، معايا مساعدين شطار اهو، باخدها زي ما هي كده. ايه الاخبار هنا؟ سيب الشوربه تغلي كده، واجيب طاسه عشان اعمل احلى طشه الملوخيه ناشفه. انا بحبها على فكره، يعني لو سالت الشيف المغازي انا احب الملوخيه الناشفه اكتر من الملوخيه الطريه اللي هي الخضراء او اللي بتتجاب اكياس مجمده. ليه يا شيف مغازي؟ يعني لا، او طبعا المعلومه اللي انا عرفتها شجعتني. رقم اتنين دي سهله. ننزل بقى كده ونقلب. الله، مش لازم مضرب برضه. بايدي كده هي لوحدها، اول ما تاخد الغلوه زي الفل. زي الفل تمام. هعمل الطشه بتاعت الملوخيه واجري. لا يا خفيفه بتقليها، انا بحبها في الوسط عشان اعمل ودن قطه واكلها. طبعا الملوخيه تتاكل بودن القطه اللي هو العيش البلدي بتاعنا اهو، خلي بالك حلو القوام ده. انت بقى يعني ايه، ايدك عيار، ايدك ميزان. زي الفل، اسيبها على النار. تعالوا نعمل الطشه بتاعتنا بسرعه عشان وقتنا سرقنا. هنعملها بالسمنه ولا بالزيت؟ طبعا تتعمل بسمنه. معلقه سمنه حلوه كده، والوقت المسموح بيه على قد الطشه بالظبط. معانا كزبره ناشفه. يا ويلي الكزبره الناشفه بقى بتدلع الملوخيه، اشيلها من النار ما تغليش، خلي بالك. احطها هنا كده، اللهم صل على النبي. معانا التومة الطازة زي الفل، الملوخية بتحب التوم. يا حلاوة، الريحة بدأت، بصوا ملأت الاستوديو. خلي بالك لما بتكون الشوربة متوصية بيها وعاملة عليها ملوخية ناشفة ما أقولكيش. ممكن تاكلها مع رز بالشعريه، حكايه. ننزل بالكزبره الناشفه. اللي بيشوفنا من الريف المصري والصعيد المصري دلوقتي، انا عارف ان انتوا بتعملوها حلوه قوي، خلي بالك. الملوخيه دي يعني حاجه، اكله مصريه الكل بيجود فيها والكل بيعملها بطريقته، ويعمل الطشه ويعملها شو. يعني احنا بصراحه مدلعينها اخر دلع، علمنا العالم كله ازاي يتعامل مع الملوخيه بتاعتنا، ودي حاجه حلوه. عينيا يا فندم. حاضر، حلو الكلام، اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده اهو، التقليبه دي مهمه جدا اهو. بعمل ايه بقى وانا شغال كده؟ الله على الملوخيه، الله على جمال الملوخيه اهو اهو اهو. شفت التركية دي؟ يلا نحضر نحضر الطشه، نحضر اللحظه الجميله اهي. يا ويلي يا ويلي، بتتكلم مصري اهي اهي. هناخد اللي احنا عملناه ده كده نسقطه هنا. يا ويلي، هو ده الف انا وشفا. خلصت الملوخيه معايا، هغرفها واجري. ملوخيه الشلولو هنا مكانها، اللهم صل على النبي. يلا، انا عارف مخرجنا الجميل بيحب الشو ده. اطلع لغايه الكرين، تقطع مين يا راجل يا طيب؟ اللهم صل على النبي. دي ملوخيه من الريف المصري، عملنا القرص من الريف المصري، محاشي مشكله
مصريه وبتتكلم مصري بالحشوه المصريه، رز مصري ولحمه ضاني. مطبخنا النهارده مطبخ مصري لا يخلو من الطبق السلطه الجميل اللي بيشمل كل حاجه حلوه من الارض الطيبه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو. We'll be right back.